جولدن سافاير اوورد جديد، وهلا عن قطاع education لينا القاضي من ILC سكول بشيمون. ومنستقبل مستر وسام الشعار كو اونر، والدكتورة منال عبد الصمد نجاد عضو لجنة التحكيم. مبروك كمان من دكتور منال، بنحب نسمع منك كلمة ولينا أكيد. ومنهنيكم كثير على هالمبادرة، وإن شاء الله دايما مبادرات بتكون نحو تطوير البلد ونحو زيادة الكفاءة أو زيادة فعالية المجتمع. شكرا. لينا كمان كلمة منك. Good evening. أنا كثير سعيدة لوجودي بحفل جمع كثير متميزين من مختلف القطاعات. بحب أتشكر أكيد سافاير أورد، لجنة التحكيم، المدربين سبيشالي مدام ربا فارس. كمان بحب أتشكر مدرسة ILC لأنه كتير دعموني ووثقوا فيي وسلموني very big tasks على عمر صغير. أكيد كمان بحب أتشكر عائلتي وأصحابي لأنه شجعوني سبيشالي بال سوشيال ميديا كومبيتيشن. وبحب عيد كل الموظفين بعيد العمال، ومبروك لنا for everyone. Thank you. مبروك.